إيران تعلن عن اعتقال 30 جاسوسا للولايات المتحدة يعملون على الأراضي الإيرانية، جلهم من الجامعيين والعاملين في الجيش. ووفق موقع فيلكا الإسرائيلي، فإن الإيرانيين اعتقلوا هؤلاء الجواسيس بناء على معلومات من المخابرات السورية التي اخترقت عملية للأطلسي في سوريا. السبب الحقيقي الذي دفع أوروبا لمعاقبة مسؤولين أمنيين سوريين حسب عضو الكونغرس الأمريكي جيمس واكسمان هو جرأة دمشق على إحباط جهود الأطلسي وإسرائيل فيما أسماها محاربة الإرهاب. خبير أمريكي في الشؤون الاستخباراتية ممن عملوا في الشرق الأوسط يروي قصة عملية الياسمينة الزرقاء التي شاركت فيها كل أجهزة استخبارات دول الحلف الأطلسي، والتي استهدفت التأثير على القرار السياسي في سوريا عبر اختراق أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وعبر العمل أمنيا على إيصال شخصيات موالية للغرب إلى مواقع سلطوية تتمكن من خلالها مخابرات الأطلسي من السيطرة على مقاليد الأمور في سوريا حين تحين اللحظة المناسبة، أي انهيار النظام. تلك العملية استمرت منذ نهاية العام 99 حتى الأول من نيسان الماضي، حيث اختفى 17 شخصا أو مفتاحا أمنيا ممن يسمون في عالم المخابرات بضباط الميدان أو المحركين الأمنيين، وهؤلاء يرتبطون عادة بضباط المحطات المخابراتية تحت غطاء العمل في السفارات الأوروبية. هناك ناج وحيد ممن شاركوا في العملية لأن إقامته في دبي وليست في دمشق، وهو المفتاح الأمني 18، إنه الرجل سين. بعد فقدان الاتصال بالمفاتيح الأمنيين 17، قرر الأوروبيون تجميد العملية عبر إصدار أمر إلى الخلايا الأمنية المنتشرة في سوريا لترك البلد والهرب، لكن الأوامر التي وجهها الأطلسي جرى الرد عليها من أجهزة اتصال متطورة لمخابرات الأطلسي كان يملكها العملاء السوريون بكلمات قليلة. العملية انتهت مع تحيات المخابرات العامة السورية، والكلام هنا للخبير الأمني الأمريكي. تلك الشبكات كانت في معظمها قد أصبحت في السجن، وهي التي جرى بناؤها منذ عام 99، ثم جرى تفعيلها بشكل كبير عام 2005 بعد انضمام الرجل سين إلى تلك العملية كمنسق رئيسي بين مخابرات الأطلسي وبين عملاء سوريين من مستوى رتع نجح في تجنيدهم. الرجل سين هو مهندس مدني سوري شغل عدة مناصب في مؤسسات دولية تعمل في سوريا وتدرج في تلك المؤسسات، حتى وصل لمرتبة اعتقد فيها أنه فوق كل الشكوك والشبهات. خضع لعدة دورات عالية المستوى في العمل الأمني والتجنيد وجمع المعلومات وقيادة العمليات الأمنية ميدانيا في دمشق وفي القاهرة وفي لندن في لشبونة وباريس. الدور المفترض للرجل سين كان التنسيق لعملية انقلاب على النظام في سوريا، ومن ثم مشاركته في حكومة إنقاذ وطني بصفة نائب لرئيس الوزراء وزير للنفط. وقد زاد من أهمية الرجل سين الرعاية التي أولاه إياها أحد الأمراء الخليجيين، وهي التي جعلت منه مفتاحا ماليا للدخول في ما يسمى عالم المعارضة السورية السري في الداخل. المخابرات السورية وحسب موقع فيلكا تمكنت من خلال مراقبة ومتابعة الرجل سين على مدار سنوات طويلة من معرفة واكتشاف واعتقال عدد كبير من الخلايا المخابراتية التابعة للأطلسي ولإسرائيل في سوريا، وقد بلغ عدد المعتقلين العشرات، منهم 25 عميلا للموساد فقط. قلب نظام الحكم وضمان توجيه الأوضاع في سوريا وقت الاضطرابات إلى وضع يكون البديل فيه عن النظام القائم جاهزا على أن يكون مواليا للغرب، كل هذا كان الهدف الرئيسي لعملية الياسمينة الزرقاء. وعن سبب طول المدة التي استغرقتها عملية الياسمينة الزرقاء، يقول الخبير الأمني الأمريكي إنها عملية استراتيجية تشبه عملية إسقاط الاتحاد السوفيتي وتفتيته، فبناء شبكات ذات قدرة عالية وكفاءة سياسية كبيرة يلزمها الكثير من الوقت، لكن الوقت مضى ومضت معه الياسمينة الزرقاء
دون تحقيق أهدافها، وليبقى عبق ياسمين الشام فواحاً يحميه سيف دمشقي صان الشام على مر العصور.